دير ياسين قبل 66 عاماً، أما اليوم فقد أصبحت مستوطنة جفعات شاؤول. اليوم وفي مثل هذا التاريخ من عام 48 سفكت دماء أبناء دير ياسين، دماء بكتها حداداً كل فلسطين. امتزجت أرواحهم شيوخاً ونساءً وأطفالاً حين رفضت أجسادهم الخروج من دير ياسين، عندما دنستها عصابتا أراغون وشتيرن الإسرائيليتين وتوحشت بالتنكيل بهم إلى أن ارتقى ما يقارب 350 شهيداً. إحنا قاعدين في الدار ساهلاهي، ما شفنا إلا هالضرب. شو هالضرب هذا؟ إلا هم هالهجنة، هجنت العصابة هذه، هدول مش عصابة هذه، شايف كيف؟ خشوا علينا أولاد عم إنا، صفوهم على الحيط ورشوا برشة واحدة. كم واحد؟ بيجي 15 واحد. لا كلمات تعلو على كلمات الألم، فمذبحة دير ياسين كسرت ظهر أبو خليل وحرقت قلبه، فدع الأنين يخبرك عن مذبحة دير ياسين. احنا كنا في الأردن قاعدين، مسكوا أخوي ذبحوا على حضن أمي، لقيت كمان عم إلي في الزاوية قاعد، ضربوه ثلاث أضلاع انفتح جنبه، والله معلقه طلع على الحيط. كابوس طبع في ذاكرة طفولة أبو خليل وهو ابن 7 سنين، يسرح تارة بتشتت متلعثم، فدير ياسين لم تعد دير ياسين، وتدمع عيناه تارة أخرى في سرد فاجعة مقتل عمه وأخيه أمام مرأى نظره. هذه هي دير ياسين، تشهد لها حجارة بيوت لم تجف دموعها في ذكرها 66. على هذه الأرض رقصت على جثث الأسود كلاب، كلاب يتقنون فن الإرهاب، واليوم لم يتبقى من دير ياسين سوى صورة وحسرة وأمل بالعودة. من دير ياسين في القدس المحتلة، زينة صندوقة، رؤيا.